انا 20 سنه ديال الفكاهه متاهلنا من نهار بديت الفكاهه واقيلا غنحبس الفكاهه فهمتي صافي. لا لا والله الا لعبوا مزيان راك شفتي الحمد لله داروا اون بون جيستيون تحكموا في المقابله بداو كان عندهم السبق وشتي كيفاش تحكموا فيهم في الشوط الثاني ونستحقوا اننا نتاهلوا جمهور لعابه مدرب وجامعه ومبروك على على الشعب المغربي كامل لان هذا نهار تاريخي وحنا كنا فرحانين وكنستحقوا اننا نتاهلوا ما خطفنا حتى شي واحد ديالنا.